ملحمة قطة تجي تاخذ، ايه قطة تجي تاخذ. رزق ما تعمل لها حاجة طبوق؟ والله مصير. كبير ده؟ ايه. الزانق هنا؟ قول اثنين. واحد ثاني ده. الله. من بين ثلاثة يا عاش. ده طيب. اوكي. راح فيه. بيوش الشركات. قرب على الكاميرا والنبي هنا حاج محمود. دقيقة صحيح. ما يرزق انت. في تاني؟ انت طلعت منها جي كم قرموط الحتة دي؟ دي فيها ثلاثة، ديك طلعنا منها ستة. ما شاء الله. زي المي نعمل له كم كيلو سمك على قاعدة؟ 25. اللي هو القرموط والبلط. ايه البلط على حسب. جي معايا صغير سيبه يعيش ده ولا يموت؟ ما فيش مية. هيموت ابو هروف. حتى ماشي. في تنول مش عارف لسه ما وضحتش في حاجة.